سوسن أبو شنب، عمري 16 سنة، خلصت صف 11 ألف. شاركت في مشروع STC من المدرسة إلى المهنة. حاب أشارككم في هاي التجربة تبعي. من خلال مشاركتي للمشروع لاحظت عدة أهداف كانت مهمة. واحد من هذا الأهداف إنهم يساعدوا الطلاب على إنهم يختاروا المهنة الصح لإنهم بالمستقبل. كمان إشي إنهم يكتشفوا المهارات والمواهب يلي عندهم. يمكن تقسيمه إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو دعم أو تيسير تطبيق دليل الإرشاد المهني والأكاديمي في المدارس المستهدفة، وهي الجزئية كانت تركيز أكثر على الشغل مع المدارس من مدراء ومرشدين ومرشدات لتذليل أي عقبات لتطبيق هذا المنهاج. وكان من ضمن هذه الإجراءات إجراء تقييم شهري كنا احنا بنسميه ريفلكشن ميتينج، كان بيتم ما بين طاقم المشروع بالاضافه للمدراء والمرشدين في المدارس. واحد اهم مفاتيح النجاح واسس النجاح انه احنا نطلع ورانا ونقيم يعني شو احنا اشتغلنا مع بعضنا البعض، وهل كان في يعني اثار ايجابيه، هل في كان ملاحظات ايجابيه على الطلاب، على المدرسه، على المجتمع المحلي. من وجهه نظر أما الجزئية الثانية من المشروع فهي كانت الأنشطة الاستكمالية التي نفذتها جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر لدعم هذا الدليل، وبالتالي زيادة مقدرة الطلبة على اتخاذ قرارات متنورة بالنسبة لمستقبلهم الأكاديمي أو مستقبلهم حتى العمل. في المرحلة الثانية من المشروع خدنا في تجربة اختبار تمهيد. هذا الاختبار كان بيساعد الطلاب وبيوجههم على اختيار المهنة المناسبة لهم في هاي المرحلة. كمان كان بيعرض عليهم عدة توجهات مهنية ممكن انها تكون مناسبة لكل طالب. التمهيد للإرشاد المهني هي أداة حديثة وصلتنا على البلد، وصلتنا عن طريق مؤسسة قطرية اسمها صلتك من خلال مؤسسة الشباب الدولية الIIF. المرحلة اللي كنا بنقدم فيها اختبار تمهيد كنا كمان بناخد محاضرات ورشات عمل اسمها Life Skills، المهارات الحياتية. كنا من خلالها نتعلم كيف تنظيم الوقت، كيف تحديد الأهداف، وكيف التعامل مع الظروف المحيطة، كيف نعمل خطة ملائمة ومناسبة للظروف المحيطة. كنا بنتعلم كيف نكون شوي مرنين مع الحياة، كنا بنبني في شخصياتنا، كنا بنتعلم كيف إدارة الحوار، كنا بنشارك في أفكار. في المشروع كانت الجولات الميدانية. زرنا الجامعات ومراكز التدريب المهني، تعرفنا من خلال هاي الجولات الميدانية على التخصصات والأساتذة والمناهج التعليمية وأقسامها، تعرفنا على الطلاب وإبداعاتهم وإنتاجهم في الأقسام يلي تخصصوا فيها. كانت هاي التجربة ممتعة بالنسبة لإلي، وهلأ تعرفت على تخصصات أجدد ما كنت بعرف إنها موجودة قبل. هذا المبنى هو مبنى تقريباً في كل الأنشطة الثقافية أو الأنشطة اللامنهجية بتصير هون. الجامعة عندنا تأسست سنة 1948 بالقرن الماضي طبعاً، وتأسست مشان تعطي الدبلوم في أربع فروع للهندسة. المرحلة الرابعة من المشروع هي جوب شادو البيل الوظيفي. بناءً على أنت إيش قدمت في اختبار تمهيد بيطلع لك عدة تخصصات ممكن إنها تكون ملائمة ومناسبة لإلك. في طلاب طلع لهم إنه مهنة الطب، فجربوا مهنة الطب لمدة يومين كاملين،
كمين في مراكز الطب. في طلاب طلعلهم في الإعلام فجربوا مهنة الصحافة في مراكز إخبارية لمدة يومين.